ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وضيفنا هو خبير عسكري واستراتيجي مصري في مجال الإرهاب الدولي وفن التفاوض مع الإرهابيين، وعرف بمشاركته مع القوات الخاصة المصرية في تأمين المظاهرات بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير. وكان هذا أول ظهور للقوات الخاصة في الشوارع المصرية، ولذلك أطلق عليه القائد المجهول، وأخيرا حصل على نوط الواجب العسكري من الرئيس عدلي منصور. بيشرفنا النهاردة العقيد حاتم صبر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. خلينا نبدأ على طول، وريت تقول لنا حكاية تلقيب حضرتك بالقائد المجهول. هو خلاص ما بقاش قائد مجهول، حضرتك دلوقتي موجود معانا. أنا موجود خلاص، ما بقاش الموضوع. بس عايز أعرف حكاية تلقيب حضرتك بالقائد المجهول. تمام. هو يعني الفكرة كلها إن بعد أحداث 25 يناير، بالتحديد يوم 28 أو فجر يوم 29 يناير، اللي كان أول نزول للقوات الخاصة يعني في منطقة في القاهرة، واول احتكاك لعامه الشعب يعني بالقوات الخاصه كامله التجهيز. فهو طبعا هو الموضوع اصلا كان مضحك في الاول بالنسبه لنا، الناس كانت فاكرنا احنا مش مصريين. يعني انا كنا موجودين في منطقه مدينه نصر، فيعني شفنا كذا اكتر من مواطن جه يتكلم معانا انجليش، يعني ان احنا من قوات المارينز اللي الحكومه المصريه استعانت بيها لحفظ الامن. عشان طريقه يعني شكل الملابس وشكلكم، شكل التجهيز كامل التجهيز كانت اول مره. يعني هو يعني الناس كانت واخده على ان الجندي لابس، جندي القوات المسلحه لابس افرول عادي يعني وبندقيه الالي. فالشكل بالمنظر ده بالتجهيز ده كان حاجه يعني تقدر تقول كانت غريبه على الشعب يعني. لدرجه ان انا كنت بسمع الحوار كله بالانجلش، وفي الاخر بعد ما ارد اقول له حضرتك خلصت كلام، يقول انت وكمان بتتكلم عربي. يعني هو اصلا مش مصدق ان انا مصري. بعدين في الاخر قلت له في علم على ايدي الشمال وعلامه القوات الخاصه على ايدي الشمال برضو، وكل اللي موجودين في الشارع دول اصلا مصريين من كفور ونجوع وقرى يعني. صف ضباط حتى كمان، والضباط اللي كانوا موجودين ما كانوش كلهم من القاهره يعني. وما كانش في ناس ما كانتش بتصدق لما يعني بخلي حد من صف الضباط اللي هم من الصعيد او من الفلاحين يجي يتكلم معاه عشان يصدق ان هو مصري. مصري مصري مصري. طب ايه هي يا فندم مهمه القوات الخاصه؟ هو حركة القوات الخاصه عامه في العالم كله ليها مهام محدده. نقدر نقول هي مهام المستحيله. انا حاجه شوفي ايه اللي حد ما قدرش حد ينفذه، القوات الخاصه بتعرف تنفذه. وفي امثله في التاريخ كتير جدا يعني. يعني حركه الاغاره على منقلات 4 مرات، ما هو دي كانت من القوات الخاصه، الضفادع البشريه بالزبط. فيها حركة برضو يعني حاجات من القوات الصاعقه اصلا، في كمائن واغارات اتعملت في الحرب. حتى الان بتدرس بره في المعاهد والكليات العسكريه من الاعجاز اللي نفذوا الافراد دي او الضباط اللي كانت بتشتغل. والقوات يعني التاريخ بتاع القوات الخاصه في مصر تاريخ زاخر جدا، ولكن انا من وجهه نظري ان الاعلام ابخسه حقه يعني. احنا طبعا يا فندم هو عامه، بس يعني احنا كان بالنسبه لنا ظهور القوات الخاصه زي ما قلت يمكن كنا اول مره نشوفه بالظبط، نشوفه في الشوارع بالظبط. زي ما حضرتك قلت هو بتاع المهام او المهام المستحيله، المهام المستحيله. ففكره ان نزول قوات خاصه مع الجماهير او للاصطدام مع الجماهير، متهيالي فين الحاجه المستحيله في حاجه زي كده؟ لا، هو يعني الفكره في نزول القوات الخاصه في هذا التوقيت بالظبط، هو كان توقيت يعني، هو كان اجراء غير مخطط. ليه؟ لان بعد انهيار الامن بعد 25 يناير و 28 يناير ما كانش القوات الخاصه لها مهام داخل الدوله. يعني القوات الخاصه بتشتغل في حاجات محدده بالظبط، وحاجات يعني طبقا للمهام اللي ما اقدرش اتكلم عنها طبعا. ولكن نزول القوات الخاصه كان بعد انهيار المنظومه الامنيه، فكان لازم يكون في تواجد. لازم يكون في تواجد من القوات الخاصه، لان الفكره في ضابط القوات الخاصه او فرد القوات الخاصه ان هو عنده انضباط عسكري مضاعف اكتر من اي حد طبعا يعني. ورصدتوا يا فندم وجود اي حد غير مصري موجود في الوقت ده ولا لا؟ هو يعني هو حضرتك طبعا احنا يعني ما كانش لينا مهام تعامل مع حد الا في الحدود المسموح. يعني لو كان في لو في حدود مسموح لان احنا نتعامل مع حد، لان كانت احنا اهداف محدده كانت متامنه. ثم بعد كده لما نزلنا في يعني هو دي في اثناء القاضي في مدينه نصر، ده تامين يعني، ده تأمين. كان المهم الاساسي هو تامين، كان تامين بعض المنشات الحيويه الهامه جدا في مصر طبعا، اللي هي لو كانت اتثابت كانت بقت عملت ازمه للبلد طبعا. يعني اسقطت هيبه الدوله خالص يعني طبعا. انا برضو حتى في ناس كانت بتوجه انتقادات يعني القوات الخاصه رايحين تروحوا في مصر الجديده ومدينه نصر، طب ما تروحوا تقفوا على الحدود. فالسؤال السؤال اللي كنت بساله اللي بيقول لي كده، اقول له انهي دوله في العالم بتوقف قوات خاصه على الحدود؟ يعني هو يعني لو حضرتك يعني الراجل او فرد القوات الخاصه او المنتمي للقوات الخاصه بياخد تدريب يعني بيعدي 3 سنين عشان اقدر اثق فيه ان هو يبقى قادر انه ينفذ عمليه، وبتصرف عليه مبالغ ضخمه جدا من الدوله،
وبيكلف الدوله، يعني بيكلف الدوله تكليف عالي جدا، ما ينفعش عشان ينفذ مهمه ما حدش عارف ينفذها غيره. فمش معقوله طبعا انا هاخد الراجل اللي هو بينفذ مهمه ما حدش عارف ينفذها غيره واروح اوقفه على الحدود. طبعا مش مهم، مش مهم، مش مهمته. وبعدين طبعًا. يعني انهي دوله في العالم بتوقف قوات خاصه على الحدود؟ ما انا مش عارف. طب خلينا نروح على مهمه الاشراف على فرقه مقاومه الارهاب الدولي بالقوات الخاصه المصريه. طبعًا. يمكن حضرتك يا ريت تكلمنا عن المهمه دي ومدى خطورتها، وخاصه الاشراف على هذه المهام في وقتك بتمر بيه مصر اكيد بهجمات شديده. طبعا هو اعمال مقاومه الارهاب من ضمن مهام القوات الخاصه طبعا، ولكن التدريب على يعني اعمال مقاومه الارهاب بيعتبر موضوع نقدر نقول ان هو انت حضرتك بتعملي حاجه او بتصنعي مقاتل مش اي مقاتل. طبعا تصنع مقاتل فريد من نوعه نادر الوجود، لان حضرتك اي تدريب في القوات المسلحة بيعتمد على اللياقة البدنية والرماية وبعدين بيخش حرب، ولكن الفرد أو أعمال مقاومة الإرهاب لازم يكون الشخص عنده قدرة. إيه مواصفاته يا فندم؟ مواصفات رجل القوات الخاصة؟ أولا يكون لياقة بدنية غير محدودة، أو ما نقدر تقول لحضرتك إكستريم لياقة بدنية، مش لياقة بدنية عادية. يعني واحد مثلا إذا كنا مثلا الناس اللي بتلعب ضغط وبطن وعقلة والتدريبات السويدي، يعني مبدئيا عشان احنا نقبل واحد ينضم لصفوفنا على الأقل بيكون بيجيب 35 عدة عقلة سحب، يعني يعني قادر دراعاته انها تشيله، عنده مقدرة ان هو يعوم ويغطس مسافة تعدي 12 ميل بحري، وده موضوع صعب في أقصى درجات البرد وبالليل في أقصى يعني في شهر فبراير وشهر ديسمبر في الوقت اللي هو ما حدش يفكر ان هو ينزل المايه او يقرب ناحيه المايه. بالاضافه ان هو طبعا عنده قدره ان هو يشتبك مع الاهداف بالرشاش او بالطبنجه بايده اليمين زي ايده الشمال. عنده قدره ان هو يميز بين الاهداف، يعني هو المحرك مش بيخش يضرب اي حاجه وخلاص، ده هو يضرب في السنتي والنص سنتي وهضرب ده واسيب ده. فهي دي مشكله، يعني ده موضوع بيبقى بياخد تدريب جامد جدا وبياخد اعداد قبل التدريب، يعني حضرتك احنا بنعده اعداد جامد جدا 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 قبل ما نديله التدريب الفني اللي هو بيه نقدر نقول ان هو بقى دلوقتي راجل ينضم للقوات الخاصه وبينفذ مهامها. يعني فتره الاعداد وفتره التدريب بتاخد فتره قد ايه؟ حوالي من يعني من 3 شهور لاربع شهور ونص يعني. والمهام اللي بيبقى مكلف بيها هو عذرا مش طبعا انا مش قادره يعني انا سؤال عفوي يعني فمعلش. لا هو طبعا هي الفكره برضو في يعني في بعض القاده الكبار بيتكلموا عن المهام وبشكل، ولكن انا يعني ما انفعش اتكلم في مهام، لان انا حضرتك يعني المهام بالذات تعتبر من امن وسلامه القوات المسلحه او امن وسلامه الامن القومي المصري. طيب انا بس عايز ارجع مره تانية المهمة فعلا اللي حضرتك قمت بيها وهي الاشراف على فرقه مقاومه الارهاب طيب. الدولي خاصه في مصر في وقت في مصر كانت بتمر بيه بالعديد من الهجمات بالظبط. هي الفكره كلها ان يعني الوقت ده كان لازم نكثف المجهود او نكثف جرعات التدريب او نكثف ساعات التدريب بحيث ان احنا نبقى عندنا يعني زي ما نقدر نقول مصنع بدل ما كان طاقه انتاجته 5 عايزين نطلع انتاج طاقه انتاج 10 بنفس كفاءة الخمسة. فالموضوع ده كان تعبنا جدا 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 طبعا، وكان مجهود على المتدربين أكتر مجهود على المدربين طبعا. هل بيتم إرسالهم للتدريب خارج البلاد ولا بيتم التدريب طبعا داخل مصر؟ بص هو يعني القوات المسلحة يعني برضو يعني أنا هنا مش بقول حاجة، ولكن أنا شايف إن الناس كلها بتهاجم القوات المسلحة وهي ما تعرفش حاجة عن القوات المسلحة بعض الناس يعني. أنا عايز أقول لحضرتك إن مفيش ضابط مصري بيسافر بره بعثات ينضم لاي بعثه في اي دوله في العالم غير لما بيكون رقم واحد. يعني اي ضابط من عندنا بيروح هناك بيدي حاله من الابهار، مش عشان حاجه، لانه احنا فعلا معدننا قوي. يعني لما يعني انا اتكلم عن تجربه خاصه بي انا شخصيا، انا سافرت ايطاليا خدت بعثه تسلق جبال. تسلق جبال في ايطاليا، قعدت فتره في ايطاليا، كان معايا ناس من اسبانيا وناس من ايطاليا وناس من فرنسا، مجموعه يعني كوليكشن من الجنسيات. وانا حضرتك ما كانش يعني موضوع تسلق الجبال ده في مصر مش موجود، مش معروف قوي يعني، مش معروف قوي. وانا انا كنت متوقع ان انا هروح هناك الاقي الموضوع بالنسبه لي هيبقى صعب والناس هتبقى يعني مش هعرف امشي. مع اول دوره يعني الحمد لله بفضل ربنا، يعني انا يعني تقدر تقول احنا باللغه العسكريه علمتهم حاجه يعني. ما كانوش مصدقين ان احنا
وطبعا هو القصه كلها ان احنا عندنا جلد وصبر مش موجود عند اي حد، وبنقدر نميز كويس قوي. واي حد ضابط بينضم للقوات المسلحه بالتحديد او بالقوات الخاصه بالتحديد ما بيبقاش اي ضابط عادي، بيبقى ضابط فوق العادي، فعشان ليه مواصفات خاصه زي ما حضرتك قلت. وعلشان يطلع ينضم البعثه من البعثات بيمر بمراحل، يعني نقدر نقول يعني بنفحصه علشان ده سفير لينا طبعا. وفي طبعا حضرتك الله يرحمه طبعا الشهيد وائل المر ده، يعني اللي هو استشهد فوق الهرم ده من تلامذتي يعني، وكان يعني كان ضابط ممتاز ومحترم جدا. هو سافر الصين، ولما سافر هو حضرتك الصين دي بلد يعني بلد تقدر يعني مارشال ارتس زي ما بيقولوا. فهو يعني هو حتى لما رجع قال لي يا فندم، وراني فيديوهات اثناء التدريب، قال لي يا فندم انا اللي اتعلمته في مصر خلاني اقدر اقف قصاد الصينيين واقول ان انا فاهم وعارف كل حاجه، واتكرم هناك ويعني رحمه الله عليه. يعني مش وائل بس، ده في كتير جدا من الضباط، يعني ذكر الاسماء طبعا السريه، ولكن كل ضابط بيروح هناك. في اذكر ضابط برضه سافر الولايات المتحده الامريكيه كسر كل معايير اللياقه البدنيه وادوله تمثال الرجل الحديدي او جائزه الرجل الحديدي، كسر كل حاجه. في برضه ضابط سافر اسبانيا ياخد قوات خاصه من اسبانيا، طلع الاول هناك وعملوا تكريم كبير جدا جدا حضرتك. في برضه نذكر برضه فرقه السيل او السيل تيم المصري، فريق السيل او التدريب السيل، الضابط اللي خد الفرقه هو طبعا العقيد متقاعد احمد اصلان، هو تقاعد طبعا نتيجه الاصابات. هو كان بقالنا بالظبط 30 سنه مفيش ولا ضابط عربي من الشرق الاوسط عارف يجتاز الفرقه دي في الولايات المتحده الامريكيه. فهو يعني الحمد لله ربنا يديله الصحه، يعني راح هناك اجتاز الفرقه بنجاح باهر جدا. كل معدلات الاداء بتاعته في السباحه في اللياقه في الغطس كسرها، كسر ارقامهم وحصل على الفرقه وجه هنا واسسها هنا في مصر، هو اللي عملها هنا في مصر. والله يا فندم انا قاعده مكسوفه وانا قاعده مع حضرتك، لا قاعدة عشان يعني حاسه ان احنا دورنا كاعلام، احنا طبعا هو دور الاعلام ان هو يسلط الضوء على المشاكل اللي موجوده، بس في نفس الوقت في قصص نقدر نقول نقدر نستمحي منها الحاجه المفقوده في مصر وهي القدوه. بالظبط. فده مش موجود. هل القوات المسلحه بتحفظ الحاجات دي عشان السريه وبعد بعد فتره معينه بيتم الاعلان عنها؟ بيتم الاعلان عنها. هو انا هقول لحضرتك يعني القصه ده ارجع بس في اول الحوار حضرتك موضوع القائد المجهول ده، انا في البدايه اصلا بالظبط يعني في بدايه الكلام او بدايه الموضوع بدا ازاي، الناس كانت بتصور القوات الخاصه بالتحديد القوات بتاعتنا، وبعدين حطت الصور على رفعت الصور على المواقع الفيسبوك، وبعدين بعد كده لما نزلنا التحرير صورت في الاخر حضرتك في ناس جمعت الصور جنب بعضها بحيث انها حاول تستدل على شخص يعني مين الشخص ده اللي هو انا اللي قاعد قدام حضرتك. كل القصه دي بقت كويسه. فانا في الاول موضوع القائد المجهول ده كان موضوع بالنسبه لي كان موضوع مزعج جدا، لان انا ما كانش المفروض حد ما يتعرفش على شخصيتي يعني. بعدين بقى حضرتك انا لما بقيت ابص على صفحات الفيسبوك بلاقي الناس كلها مغيره صوره البروفايل بيكتشر بتاعتهم لحاطه صور القوات الخاصه، انا حسيت ان ده كانت مسج ان فعلا الشعب او الشباب مش لاقي قدوه يمشي وراها بالظبط، فما صدق لقى قوات خاصه وناس بتشتغل وناس ناس ما بتاخدش حاجه. يعني حضرتك انا كل زمايلي كل انا خدمت في القوات المسلحه 24 سنه ما فيش حد من الضباط او صف الضباط بيبقى مستني مقابل، مش مستني حد يقول له شكرا. ناس احنا حضرتك طلعنا واشتغلنا عمليات واشتغلنا تدريب، وناس من كتيره مننا استشهدت في التدريب واستشهدت في العمليات، وناس كتيره اتصابت وناس كتيره خرجت من خدمه اصابات، ما حدش حتى من الشعب راح قال له متشكرين ولا يعني. فاحنا هنعمل في صمت، مش بقول كده شعارات ولا حاجه، احنا هنعمل في صمت، لان احنا دايما اللي بينتمي للقوات الخاصه عارف ان هو ممكن في اي لحظه يقابل ربنا سبحانه وتعالى، بس يقابله هو يعني خالص النيه. عشان كده احنا حتى كمان لما بنيجي قبل ما بنيجي نشتغل بنقول حاجه دعاء كده اسمه تعديل النيه، والدعاء ده برضو انا يعني قعدت افكر كده ايه اللي ممكن يتقال بحيث ان الضابط والصف الضابط اللي داخل ينفذ حتى مهم التدريب لا قدر الله لو استشهد فهو رايح في سبيل الله. لان حضرتك قبل ما تعملي اي حاجه لو انا رايح العب رياضه عشان اعمل جسم والناس تبص عليا واخد صور ما خدش اجر حاجه، ولكن لما اروح العب رياضه ان انا معدل النيه دي ان انا ببني جسمي عشان ابقى قوي عشان ده في سبيل الله ان انا اراعي صحتي وان انا اراعي بلدي وان انا اشتغل وان انا ده في حد ذاته حاجه كويسه جدا. فانا دايما هي دي الفكره كلها تعديل النيه. فالناس دي ما بتاخدش حاجه وفي نفس الوقت بتتهاجم، ومش عارف انا مش عايز افتح في الموضوع، ولكن اللي انا عايز اقوله ان القوات المسلحه القوات الخاصه بالتحديد مستعده تموت علشان تراب البلد دي يبقى سليم دون مقابل.
عايز اعرف يا ريت حضرتك تكلمنا عن الاوسمه اللي حصلت عليها، وكان اخرها يمكن نوط الواجب العسكري من الرئيس عادل. هو انا الحمد لله حصلت نوط الواجب العسكري من الطبقه الاولى وميداليه 25 يناير في تاريخ احاله التقاعد، وده كان من الرئيس عادل منصور. بالاضافه ان حضرتك يعني انا حصلت على اكثر من 70 او 80 درع تكريمي من الدول العربيه اللي انا اشتغلت تدريب ليهم يعني، ودول افريقيه، ان برضو كانت الدول العربيه بتيجي هنا تتدرب. احنا يعني احنا حضرتك هنا احنا مناره للاسف برضو من حته مش موجود، احنا مناره للقوات المسلحه للدول العربيه. كل الدول العربيه بتيجي عندنا، اكاديميه ناصر عندنا، كليه القاده والاركان، كل الدول العربيه بتيجي تاخد العلم من عندنا. ومش عايز اقول لحضرتك احنا مهد العلم العسكري في التاريخ كله. اول جيش في العالم في الكره الارضيه كان الجيش المصري. فبرضه دي من ضمن الحاجات اللي انا عايز اقولها، ان القوات المسلحه بتاعتنا قوات مسلحه قويه وقادره وقادره على الردع وقادره على الحمايه، ونحن المفروض يعني نعلي درجه احترامها اكتر من كده. طبعا يا فندم، حضرتك كنت من ضمن المستعدين لتنفيذ عمليه تحرير الست ظباط في وقت الرئيس المعصوم محمد مرسي، لكن الرئيس صرح طبعا بوجوب المحافظه على المختطفين الخاطفين مش عارفه ازاي الخاطفين يعني. يا ريت حضرتك تحكي لنا اكتر عن الموقف لما حضرتك كنت موجود. طيب هو حضرتك الاول بس احنا عايزين اوضح، لان الموضوع ده كان يعني للناس الداعمين او الفئه الداعمه لهذا الفصيل. علم مقاومه الارهاب علم كبير جدا طبعا، ولكن احنا هنتكلم فيه على حته واحده بس، حالات احتجاز الرهائن. لما بيكون في حاله احتجاز رهائن في اي دوله في العالم ده اسمها حادثه دوليه، لان اي حد بيتحط تحت الاحتجاز بيبقى عده جنسيات، فالعالم كله بي 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 بيتابع معاك بيركز معاك. لم يحدث في التاريخ حوادث خطف واحتجاز الرهائن في التاريخ ان يظهر رئيس دوله مسؤول عن الدوله يطالب بالمحافظه على حياه الخاطفين. هندي لحضرتك مثل سنه 96 تحديد، 96 في ديسمبر 96 حصل في حادث خطف واحتجاز ل 550 دبلوماسي في دوله سبيرو في جنوب امريكا الجنوبيه. 550 دبلوماسي جماعه مسلحه ومكونه من 15 فرد خطفت 550 دبلوماسي. كنا نخطف 550 دبلوماسي، حضرتك دول العالم عددها ما يعديش 300 دوله. فانا لما اقول 550 دوله انا حاطط العالم كله تحت الاحتجاز، فكل الدول مركزه في الحادثه دي طبعا. فكان من باب اولى للرئيس رئيس دوله بيرو في هذا التوقيت انه يطلع يقول المحافظه على حياه الخاطفين، لان هو يعني العالم كله مركز معاه طبعا. ولكن كان قرار رئيس الدوله في هذا التوقيت او في هذه العمليه الحرجه جدا بالنسبه له، ان هو انا ما بفاوضش مع ارهابيين، انت قدامك حل واحد انك انت تسيب الرهائن وانا هسمح لك تخرج بره البلد، ده اللي عندي، غير كده انا مش هتكلم معاك. عارف ان فعلا كنت دايما بنقعد نسمع ما فيش تفاوض مع الارهابيين. لا هو في تفاوض بس في تفاوض، علشان يعني 80% من حالات احتجاز الرهائن بتنتهي بالتفاوض. اوكي. حسب براعه التفاوض، بس التفاوض ده حضرتك ايه؟ التفاوض ده احنا كلنا بنمارس التفاوض، حضرتك حتى انت كمان بتعملي التفاوض ده، لما بتروح تشتري حاجه الراجل بيقول لك دي بكذا، تقول له طب ما انا هاخدها بكذا، فده تفاوض. فقصه التفاوض دي يعني هي قصة شائكة شوية، ولكن في هذا الموقف بتاع الرهائن بالذات أنا بطلب مطالب علشان أحافظ بيها على حياة الرهائن. المفروض الإرهابي أو الخاطف بيكون بياخد ويدي معايا، أنا باخد حاجة وبدي حاجة وهو بياخد مني حاجة وأنا بدي له حاجة. ولكن كون ده مهمة المفاوض، الراجل اللي بيتكلم مع الإرهابيين، إنما رئيس الدولة أو رأس الدولة ده لا يفاوض ولا يتكلم، ولما بيجي يطلع تصريح بيكون بالتصريح صارم، انا ما بتفاوضش مع الارهابيين. فكان الدولة. مفاجاه بالنسبه لحضرتك لا التصريح. كان مفاجاه بالنسبه لي انا، دي واقعه سابقه في التاريخ. المحافظه على حياه الخاطفين دي سابقه في التاريخ، دي هتدرس يعني. في حضرتك عندنا احنا عندنا يعني في برضه من ضمن العمليات سنه 86 كان في اختطاف الطائره الجبريه، ودي كانت طائره كويتي، واتخطفت ولفت في كذا دوله، وبعدين في الاخر الخاطفين طلبوا فديه ماليه وفراج عن بعض المساجين. فكانت الحكومه الكويتيه في هذا التوقيت كانت شايفه ان السياسه ان انا هفرج عن المعتقلين واديهم الفديه، ودي كانت تعتبر الحادثه رقم واحد في العالم ان يحصل فيها استجابه لمطالب الخاطفين وان الخاطفين يمشوا. انما قصه ان انا اطلع رئيس الدوله اقول المحافظه على حياه الخاطفين، اولا انت ضربت القوات المستعده للتحرير بالاحباط، اصابنا كلنا بالاحباط، دي اول حاجه. تاني حاجه بيخليك
تتاكد بما لا يدع مجالا للشك ان في يعني في يعني قناه اتصال ما بين مؤسسه الرئاسه في هذا التوقيت وبين الخاطفين، وده اللي بان اثناء واحنا وجودنا في غرف العمليات وبتاعنا، بانت ان في مفاوضات، بدليل ان حضرتك احنا السبع جنود كانوا كلهم من السته منهم كانوا تبع وزاره الداخليه، وجندي واحد بس تبع قوات المسلحه اللي هو تم تسليط الضوء عليه، واللي هو طلب المطالب من وزير الدفاع، وحتى كمان المسج اللي كان بيقولها يا وزير الدفاع انت سايبنا ليه، رغم ان هم كانوا سته كلهم شرطه، كان من باب اولى بالزبط. العدد الاكبر يكلم يخاطب وزير الداخليه مش وزير الدفاع طبعا. فهي كانت القصه كلها واضحه جدا ان هو احراج القوات المسلحه بطريقه ما او باخرى، واللي عند الاستعداد لتنفيذ عمل عسكري تم تعطيل هذا العمل العسكري بالتصريح الجبار اللي انا ما اعرفش هو جه منين. ثم بعد كده الجنود فجاه كده ظهروا ومفيش خاطفين، هربوا الى بالانفاق حتى غزه. فنقدر نقول ان دي سقطه في التاريخ تؤكد عماله وخيانه النظام الحاكم في مصر في هذا التوقيت طبعا. وانا بقول لحضرتك هذا الكلام وانا واثق منه واعني ما اقول من الخبره من العلم طبعا. من التدريب من الدراسه من اي حاجه انت حضرتك عايزه تقوليها. طيب انا عايزه اتكلم بقى بمناسبه خبره حضرتك العسكريه، تقييمك للعمليات الارهابيه اللي بتتم دلوقتي واستهداف مناطق بعينها واستهداف طبعا رجال القوات المسلحه ورجال الشرطه كمان، حضرتك شايف تقييمك للمشهد الامني بشكل عام؟ طيب واحنا الفكره كلها ان برضو انا قلت الكلام ده قبل كده في كذا مره، ان احنا عندنا القوات المسلحه او الشرطه بعد 30/6 بالتحديد، او يعني انا مش عايز ابعد بعيد عشان ما اطولش في الكلام، ولكن هي الغرض كله من قبل حتى 25 يناير الغرض هو اسقاط القوات المسلحه او اسقاط اجهزه الامنيه عامه يعني، وده نجحت بيه نجح في الاول خالص بعد 25 يناير الاجهزه الامنيه سقطت وجهاز الشرطه سقط، فكان ما كانش فاضل عقبه لهدم مصر غير القوات المسلحه. فنحن نقدر نقول ان الفتره من 30/6 حتى هذه اللحظه القوات المسلحه بتقوم بواجبها كويس جدا، قوات الشرطه ابتدت تخش في المنظومه الامنيه وتستعيد قدرتها وتستعيد كفاءتها. حضرتك هتقولي دلوقتي استهداف بعض ضباط الشرطه او القوات المسلحه او الى اخره، ومناطق بعينها بالظبط. الفكره كلها ان انت الضربات الموجعه داخل شبه جزيره سيناء اللي قامت بيها القوات المسلحه ضربات موجعه وضربات استباقيه، وانا بقول لحضرتك ولا يعني مش هقدر افصح عن حاجه، ولكن هي ضربات موجعه. فلازم يكون ليها رد فعل. رد الفعل ان انا كنت حضرتك انت عندك من الفتره بتاعه تولي محمد مرسي قياده مصر حتى 30/6 وصل سيناء ما يعدي 3000 او 3500 مقاتل من كل بقاع الارض اللي احنا القوات المسلحه او الاجهزه الامنيه بتمسك منهم عناصر كتير جدا، بتمسك حضرتك بتمسك من العراق، بتمسك من سوريا، بتمسك من اوكرانيا، بتمسك من فلسطين كتير، فكل الدول يعني انت يعني حضرتك مجمعه كل الناس في حته واحده. فكان لازم التنظيم الارهابي او المخطط الارهابي بدل ما انا متمركز في حته واحده انتشر في مصر في اماكن محدده بحيث اشتت جهود الاجهزه الامنيه، وده واضح جدا ان انا بضرب عند مديريه امن القاهره ثم بعد كده اضرب في مديريه في المنصوره في الشرقيه في غيرها، ولكن كل هذه المحاولات انا بقول لحضرتك في الاخر ستفشل. احنا في فتره التسعينات مصر عانت معاناه اشد من هذا على الارهاب وانتصرت برضه في الاخر. وبرضه انا عايز اقول لحضرتك مصر ما بتخسرش حرب، تخسر معركه. المصريين عامه ممكن يخسروا معركه، ما نخسرش حرب، ده من 7000 سنه نخسر معركه انما ما نخسرش حرب. فاحنا كده كده ان شاء الله يعني النصر قادم باذن الله، وان جندنا لهم الغالبون، وانا دايما اقول ان جندنا لهم الغالبون، بس هي الناس تصبر وتساعد القوات المسلحه وتساعد الشرطه، وان شاء الله ربنا يعدي الازمه دي على خير. العقيد حاتم صابر خبير عسكري وخبير مقاومه الارهاب الدولي، بشكرك يا فندم على وجودك معانا، واتمنى زي ما قلت يمكن القصص دي تطلع وتظهر للناس وللشباب بالذات، محتاج كتب ان شاء الله. اشكرك يا فندم ان شاء الله. تحت امرك. انتقل معاكم الفاصل سريع ونكمل معاكم باقي فقراتنا، فخليكم معانا.